بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سوف نبدأ بتسجيل الدرس الأول لطلاب الصف العاشر لأكاديمية الميقات الإسلامية، وسنبدأ في الوحدة الرابعة وهي وحدة قواعد البيانات الأكسس 2007 أو 2010. تمام. أول شيء راح نتعرف على خطوات تشغيل البرنامج بشكل عام. خطوات تشغيل برنامج الأكسس، الأكسس تابع لعائلة الأوفيس، وممكن ويمكن منذ سنوات واحنا نعطي عن عائلة الأوفيس وخطوات تشغيلها مثل الوورد او الاكسل او الباوربوينت. خلينا نتعرف على خطوات تشغيل الاكسس. اول شيء بنضغط على ستارت، تمام، ونبحث عن عائله الاكسس. تمام، نبحث عن عائله الاوفيس، عفوا نبحث عن عائله الاوفيس. تمام، فنضغط عليها هي، ومن ثم نختار عائله مايكروسوفت اوفيس اكسس 2007 او كما هو في الكتاب 2010. فتظهر هذه النافذه الرئيسيه للبرنامج، هذه النافذه الرئيسيه لبرنامج الاكسس 2007 او 2010. تمام، خلينا نتعرف على مفهوم الاكسس او قواعد بيانات. مفهوم قواعد البيانات الداتابيس، وهي مجموعه من البيانات المرتبطه مع بعضها بعلاقه ما، والتي لها علاقه بموضوع معين. وتتكون قاعده البيانات من جدول واحد او اكثر. مثلا في اكاديميه الميقات الاسلاميه يوجد قاعده بيانات للطلبه والمعلمين وللاهالي، تمام، سواء كان من ارقام الاهالي او مثلا معلومات المعلمين وشهادة واستفسارات استفسارات الاهالي والنقاط المطروحه التي او النقاط المقترحه التي تطرح من الاهالي. اذا يوجد قاعده بيانات خاصه للطلبه ايضا بمعلوماتهم وشهاده الميلاد ومكان الولاده وارقام الاهل. تمام، وكذلك يجب ان يكون قاعده البيانات مهمه جدا لاي شخص. تمام. طب ما هي المفاهيم الأساسية المرتبطة بقواعد البيانات؟ من أهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بقواعد البيانات، وهي أول شيء الجداول، التابل. التابل شيء مهم جدا في قواعد البيانات، لأنه الجدول بيعمل على ترتيب البيانات، حيث يستخدم الجدول لتخزين البيانات بشكل منظم ومرتب، حيث يتكون من أعمدة وصفوف، أو العمود يدعى في قواعد البيانات يدعى حقل، والصف يدعى سجل. إذا الحقول هي أعمدة، والصفوف هي سجلات. أما النوع المفهوم الآخر المفهوم الثاني من المفاهيم الأساسية المرتبطة بقواعد البيانات، وهي الحقل، الفيلد، وهو عمود في الجدول يمتاز بأن بياناته من النوع نفسه، مثل الحقل اسم الموظف ورقم الموظف زي ما انتم شايفين هنا. تمام. والجزء الثالث وهو السجل، الريكورد. السجل الريكورد وهو مجموعة الحقول الموجودة في صف واحد من جدول قاعدة البيانات، يتعلق بشيء محدد مثل السجل الخاص بالموظف، مثلا في أكاديمية الميقات سجل خاص بالموظف، سجل خاص مثلا بالطالب، سجل خاص مثلا بالسكرتارية، سجل خاص بالمحاسبة. تمام، حيث كل موظف سجل خاص فيه، ويحتوي على رقم الموظف واسم الموظف ودرجة الموظف وتاريخ التعيين والراتب. تمام. النقطة الرابعة من المفاهيم الرئيسية أو المفاهيم الأساسية المرتبطة بقواعد البيانات، وهو المفتاح الأساسي، البرايمري كي. تمام، المفتاح الأساسي البرايمري كي. أول شيء لعمل قاعدة بيانات جديدة هي نيو بلانك داتابيس. تمام، ظهرت لنا نافذ على يسار الشاشة، أو على عفوا على يمين الشاشة، بلانك داتابيس، ويتم حفظها على السي على اليوزر لنوفو دوكيومنت مكان الحفظ، ونضغط على كرييت، صنع أو إنشاء. تمام، فظهرت لنا قاعدة بيانات جديدة داتابيس. تمام، خلينا نكمل على المفاهيم الأساسية. المفتاح الأساسي وهو البرايمري كي، وهو حقل أو مجموعة من الحقول التي تجعل كل سجل يتميز عن غيره من السجلات، ويمكن استخدام هذا المفتاح للبحث بشكل سريع عن البيانات الموجودة في الجدول. ومن شروطه أن يحتوي على قيمة وحيدة غير متكرر، لا تتكرر، ولا يجوز أن يكون فارغ. والمفهوم الآخر وهو المفتاح الأجنبي. في عندك مفتاح أساسي برايمري كي، وفي عندك مفتاح أجنبي فورين كي. الفورين كي وهو حقل يستمد قيمته من حقل المفتاح الأساسي البرايمري كي. يعني المفتاح الأجنبي هو جزء صغير من المفتاح الأساسي. تمام. والنقطة الأخيرة وهي العلاقات، الريليشنشيب، علاقة الجداول أو قواعد البيانات أو صفحات مع بعض البعض، وهي وسيلة لربط البيانات الموجودة في أكثر من جدول واحد داخل قاعدة بيانات. مثلا يعني مثلا في عندنا في أكاديمية الميقات عدد من الطلاب وعدد من المعلمين والمعلمات، حيث لكل شخص جدول خاص فيه يحتوي على اسم الموظف ورقم الموظف وتاريخ التعيين والراتب، ويتم ربط كل معلم مع
قاعدة بيانات أكاديمية المقاولة الإسلامية، وكل طالب أيضا، وكل معلم وكل طالب، الكل يتم ربطه مع قاعدة الأساسية وهي قاعدة أكاديمية المقاولة الإسلامية. تمام. طب خلينا نتعرف على أنواع البيانات. طب في عندنا عدة أنواع البيانات، مثلا في عند بناء الجدول يجب أن تختار نوع البيانات لكل حقل. يعني في عندك حقول بتكون أنت محدد نوع البيانات التي يتم إدخاله، سواء كان رموز، أرقام، حروف، حيث بشكل يتوافق مع محتوى البيانات لذلك الحقل. يعني مثلا حقل تاريخ الميلاد أكيد راح يدخل فيه أرقام، تاريخ عفوا حقل أسماء الموظفين أو أسماء الطلبة أكيد راح يدخل فيه أسماء، ما راح يدخل فيه أرقام. تمام. ويبين والجدول صفحة 55 على الكتاب يبين أنواع البيانات التي يدعمها برنامج الأكسس. يدعم النص التكست، وهي نصوص وأرقام على ألا تتجاوز 256 حرف في الخلية. تمام. وتكون على سطر واحد. والنوع الثاني وهو المذكرة الميمو، وهي بيانات أبجدية أو رقمية، نصوص وأرقام مع بعض، خليط يعني النص وهو نصوص وأرقام وألا تتجاوز 256 حرف، وتكون على سطر واحد. أما المذكرة وهي نصوص وأرقام وقد تتجاوز 256 حرف. النص لا يتجاوز، أما المذكرة يتجاوز وقد تكون على أكثر من سطر. أما النوع الثالث من نوع من أنواع البيانات وهي الرقم النمبر، فهو يستخدم لحفظ معلومات رقمية مثل أعداد صحيحة أو كسرية أو أعداد كبيرة جدا. والنوع الآخر وهو تاريخ ووقت، مثل تاريخ الميلاد حيث تتضمن محتويات الحقل هيئات مختلفة للتاريخ مثل يوم شهر سنة أو بالعكس، أو تكون توقيتا زمنيا بأشكاله المختلفة. والنوع الآخر لأنواع البيانات وهي العملة، وهي تستخدم لحفظ المعلومات الرقمية فقط، تشكيل من التنسيقات مثل الدينار الأردني أو الدولار أو يورو أو نسب مئوية. والنوع الآخر وهو ترقيم تلقائي، ونحن نتعرف على بالحصص القائمة كيفية تحديد نوع البيانات المستخدمة. وعندك نعم أو لا، اللي هي يس أو نو، هي بيانات منطقية تكون قيمتها إما صح أو خطأ. مثلا في عندنا سجل الموظفين أو سجل خاص في معلم معين أو موظف معين في أكاديمية النقاط، هل هو مريض مثلا بأمراض مزمنة؟ نعم أو لا. هل هو مثلا لديه خبرة سابقة؟ نعم أو لا. أو كطالب، هل له بيانات سابقة في أحد المدارس الأخرى؟ نعم أو لا. يكون نوع البيانات المدخل نعم أو لا. أما النوع الآخر وهو الكائن، حيث بيئة ربط الكائن OLE اللي هي Object Linking Environment، وهي الصور والوثائق والرسومات البيانية وكائنات أخرى مثل شهادة الميلاد للطالب. والنقطة اللي بعدها ارتباط تشعبي، وهي روابط لصفحات ويب أو عناوين بريد إلكتروني خاص لكل طالب مثلا. والنوع الأخير من أنواع البيانات وهو المرفق الأتاشمنت، حيث يتيح هذا النوع من البيانات إرفاق ملف مع سجل قاعدة بيانات. مثلا إذا كان في عندنا طلاب لا يحمل مثلا شهادة ميلاد، يحمل مثلا جواز سفر معين اللي من جنسية غير أردني مثلا، ممكن نضيف هذه الصورة من خلال البرنامج الأكسس عشان نعمل قاعدة بيانات كاملة لأكاديمية الميقات الإسلامية. تمام. وراح نتعرف على خطوات تجهيز قاعدة البيانات إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله. يعطيكم العافية يا طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية للصف العاشر، والحصة القادمة سنكمل صفحة 56.